الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا مع لامية الأفعال زيادات بن زين زيادات الحضرمي في بناء الآلة كمفعل ومفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حمل وبالفعال بتجريد أتوا وبتا لما ينحونه من تافه وذل. عندنا يصاغ من الفعل الثلاثي دون غيره، إذا الرباعي الخماسي السداسي لا يصاغ اسم الآلة. الفعل الثلاثي اسم ميمي على أوزان قياسية 6. إذا عندنا لبناء اسم الآلة التي يعمل بها ذلك الفعل الثلاثي اسم ميمي على أوزان قياسية، وعندنا أوزان سماعية سنأخذها بعدين. الأوزان القياسية مفعل مذكرا المخلب المقدح المقلة، مفعال مذكرا فقط المصباح المفتاح المسواك، مفعل مؤنثا المسرجة المسبحة المسحة، وعندنا الفعال السواك الخياط الحلاب الوساد، الفعال بلا تاء الفتات الحطام الرذال الغثاء، الفعالة بالتاء الكناسة الكساحة القمامة النحاتة النخالة القلامة. بذلك كنا انهينا ما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة، وصلى الله على محمد.